قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج مع الناس على الهواء مباشرة عبر قناة عدن الفضائية. سعداء بأن نلتقيكم في كل يوم من الرابعة ونصف وحتى الخامسة والنصف عصرا لنتبادل وجهات النظر والآراء وأيضا الأطروحات التي ترغبون في التطرق إليها في إطار البرنامج المباشر مع الناس. نذكر الجميع بأننا خلال هذه الفترة نسلط الضوء أكثر على مشاورات الكويت، والرأي متروك لكم طبعا في التطرق أو المجال متروك لكم في التطرق لهذا الموضوع. مشاورة الكويت، ما الذي تعنيه؟ ما المأمول؟ ما الذي تقرؤونه من خلال المشاورات أو حتى مشاركات الوفود، الوفد اليمني الشرعي الحكومي الشرعي أو وفد الانقلابيين؟ ما الذي تستشفونه من خلال المشاورات كما تتابعون في الفترات الإخبارية؟ أذكر الجميع بأن هناك طريقة واحدة للتواصل في برنامج مع الناس، وهي إرسال رسالة نصية SMS على الرقم الموجود أسفل الشاشة 00966533812297. هذا رقم برنامج مع الناس، ارسلوا برسالة SMS فيها عبارة مع الناس على الرقم ده واحنا بنرجع نتواصل معكم. الخط طبعا مفتوح 24 ساعة لاستلام الرسائل، فقط لاستلام الرسائل، لأنه جهاز استلام الرسائل مش استلام مكالمات. انتوا فقط عليكم ترسلوا رسالة SMS واحنا بنرجع نتواصل معكم على الهواء في فترة بث البرنامج من الرابعة والنصف وحتى الخامسة والنصف عصرا. لمن يرغب في مشاركة مواد إخبارية أو فيلمية يمكنه إرسالها عبر بريد قناة عدن الفضائية edentv.64@gmail.com. البريد موجود أيضا أسفل الشاشة، ويمكنكم ترسلوا لنا أي مواد تحبوا أو ترغبوا أنكم تشاركوها مع قناة عدن الفضائية، سواء إخبارية أو حتى لفعاليات أو منظمات شبابية أو فعاليات اجتماعية بالنسبة لنشاطات معمولة في المحافظة المحررة، توزيع الإغاثات وإلى آخره. ممكن أنكم ترسلوها لنا عن طريق بريد قناة عدن الفضائية edentv.64@gmail.com، وإحنا بنستفيد منها في فتراتنا الإخبارية أو في إطار برامجنا ونعرضها على القناة ونتشارك فيها. طبعا الكل متابع للأخبار، والكل أعتقد غمرته الفرحة بالنسبة للمحافظة اليمنية، خاصة بعد أن تم تطهير محافظة أبين من الخلايا الإرهابية تحت أي مسمى كانت، داعش أو القاعدة. المهم أن تم التطهير طبعا بالنسبة لأبين والحمد لله، وسبقت لحج، وأمس كان أيضا في حضرموت في المكلا، وتم العمل من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي، يعني حماهم الله وربنا يديمهم لنا يا رب إن شاء الله. كل من قاموا بتطهير المحافظة اليمنية من رجس الخلايا الإرهابية التي تعمد على التفجير والتفخيخ في كل مكان في اليمن، فالحمد لله الآن أصبحت الأمور تحت السيطرة بالنسبة لحضرموت. من خلال الأخبار طبعا ومن خلال الصور اللي نستلمها، الوضع شبه مستقر الآن نسبيا. النقاط العسكرية تبع الجيش الوطني والمقاومة منتشرة في عموم محافظة حضرموت، تقريبا في المناطق التي تم تطهير المدينة من الخلايا الإرهابية. أما بالنسبة لمحافظة عدن، طبعا يعني المشاكل اللي بتحصل في عدن بين فترة والثانية غرضها طبعا زعزعة الأمن والاستقرار، وده بسبب يمكن عشان يشتت انتباه المواطن بالنسبة لمشاورات الكويت وحقوقهم وما الواجب عليهم في هذه الفترة. فمعلش يا جماعة، يعني نحن علينا فقط الصبر ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وبإذن الله الأمور كلها بتنصلح، بس حبة حبة. تبقى عيوننا طبعا وأذاننا مفتوحة لمتابعة كل أخبار مشاورات الكويت، رغم العراقيل التي يصنعها كثير من المشاركين في وفد الانقلابيين هناك. ومعنا أول مكالمة اليوم من أبو الشهيد معن. يا أبو معن، أبو الشهيد معن، حياك يا أبي. الحمد
حياك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخي أيمن؟ الله يسلمك ويعافيك يا أبو معن، رحمة الله عليك، كيف صحتك؟ ويبارك فيك، الحمد لله على كل حال، نحمد الله سبحانه وتعالى. وإياك، تفضل أخي. طبعا أكلمك أنا وقد مر على قتلانا لله الحمد المنة، الله تولاهم برحمته رحمة الله سنة عليهم. وشيء من الأيام، ابني نعم. وخالد عبد الرسول على رحمة الله، وابن الأخ محمد مصطفى عليهم رحمة الله جميعا، رحمة الله عليهم. كثيرين قتلوا في تاريخ 2/4/2 ابريل كان باجتياح الحوثيين بعدن. من المؤسف يا اخي ان هناك، يعني اسمح لي اخرج شويه عن اطار الموضوع المتضمن في عن مناقشات حوار الكويت وكذا، بعود لك ان شاء الله، إن بس شاء خليني الله. اطرح عليك نقطه مهمه بالنسبه لنا تعني شيء كثير. هي قبل نحو شهرين تم صرف 10,000 ريال سعودي مقدمه مكرمه من دوله الامارات الشقيقه جزاهم الله عنا كل خير إلى أسر الشهداء. ايوه طبعا لم يتم صرف هذا الأمر، هذا المبلغ كاملا لكافة أسر الشهداء، إنما تم حسب ما علمت فقط في منطقة البريقة أو في مديرية البريقة. حتى الآن توقف صرف بقية مستحقات أسر الشهداء عن كافة المديريات، السبب مجهول. اوكي طيب فنرجو منكم متابعة هذا الأمر وسبب التوقف، لأن هناك في أسر مستورة ويعلم بحالها ربي. الزوجة على سبيل المثال زوجة الشهيد عزت انتقلت عند والدها هي وأولادها ويعلم بحالهم الله سبحانه وتعالى، وزوجة الشهيد محمد مصطفى ولدت ولد قبل فترة بعد مقتل زوجها عليه رحمة الله، ويعلم وها جالسة عند أهل زوجها ويعلم بحالها ربي. ناهيك عن أسرة الشهيد خالد عبد الرسول، ناهيك عن أسرة الشهيد خالد عوض والكثيرين. والمشكلة أن الدولة كمان تطالبنا بتسديد فواتير المياه، تسديد فواتير الكهرباء، ما عندنا مصادر دخل أخرى، نحن معتمدين على أنفسنا بعد الله سبحانه وتعالى. ممكن نسدد بس أعطونا إحنا إعانة تأهل لنا تسمح لنا أنه نغير حياتنا، نعمل شيء. يعني خاصة علمنا، أنا قد أقول لك خاصة عفوا مقاطعة أبو معد، خاصة وانه نعم تقريبا يعني اغلبية من استشهدوا من ابناء عدن، يعني من شباب عدن، كانوا تقريبا هم المعيلين لاسرهم. اي نعم اي نعم شفت، وكانوا في القطاع الخاص، وابني طبعا كان طالب عليه رحمه الله في المرحله الثانويه وكذا، رحمة الله عليه. فتره الحرب قبل فتره الحرب كان عنده دراجه ناريه اسمها المجنونه، واشتري فيها وبتاع في الغاز وكذا، وقتل، وطبعا فشل المشروع بسبب نقص الابن عليه رحمه الله، رحمة الله واضطرينا عليه، نبيع كل شيء. رحمة الله عليه. طيب اي نعم هذا بالنسبة لموضوع المساعدة الشهرية، بس يا أبو معنى اسمح نعم لي، متى تم الصرف تقريبا؟ الصرف كان يا طويل العمر قبل حوالي شهرين من هذا التاريخ، بالضبط او قبل شهرين شهرين. ونص. شهرين شهرين اي نعم ونص. اوكي شهرين ونص. ايوه اوكي مع العلم ان احنا استلمنا اول 500 ريال سعودي من قبل المقاومة في شهر 11 فقط، 500 ريال سعودي لا اكثر ولا اقل. في شهر 11 العام الماضي. اي نعم طيب ان شاء الله يا ابو معن، باذن الله تعالى انا متاكد يعني انه في كثير من المسؤولين بالذات في عدن يتابعون البرنامج، فبتكون رسالتك وصلت 100%، انما نحن بننتظر الرد وبنحاول ان شاء الله اذا انتهت المشاورات نحن نسلط الضوء على هذا الموضوع، خاصه بما يتعلق بالتعويضات مثلا او صرف المساعدات لاسر الشهداء. اتمنى هذا ان شاء الله يا رب. طيب نرجع يا ابو معن لموضوع الحلقه. نعم موضوع الحلقة بالنسبة لمباحثات الكويت يا أخي الحبيب، أنا كنت في صعدة في 2007 طبعا كنت في اللواء الصيفي. أيوه أي نعم. فالحوثيين طبعا أنا عسكري تخصصي مهندس ألغام، فالآن الحوثيين يجرون الناس أو يجرون الدولة للمفاوضات لكسب مزيد من الوقت لإعداد خطة هجومية أخرى غير متوقعة، او حسم عسكري اخر، او الحاق اكبر ضرر بالقوات العسكريه من قبل سواء كان لقوات التحالف او لقوات المقاومه. يعني قد وهذه يعني مجرد المكر معروف مفاوضات منهم. ليس الا وكسب وقت فقط. اي نعم، فلما حول المفاوضات مع الحوثيين لا تبدي نفعا ولا تسمن ولا تغني من جوع. ان شاء الله. حقيقه خالد من قبل العميد، ما اذكر اسمه، نسيت اسمه، او العميد المحلل السعودي والاستراتيجي العسكري قال، وكذا كمان فهد الشليمي،
إبراهيم ما المرعي. يحل ما يعني الحل العسكري هو الخيار البديل والوحيد في حال تعنت الحوثيين. الان الحوثيين رافضين يوقعوا على قرارات مجلس الامم المتحده وقرارات 2216، رافضين حتى التوقيع على قرارات بنود الحوار. يا سيدي، مش بس رافضين على التوقيع على الاتفاقيه، يعني رافضين اساسا جدول الاعمال الخاص بالمفاوضات، رغم انه قد كان معاهم نسخه من قبل. يعني إذا خلاص هذه نية مفتوحة، ما فما فيش داعي للمفاوضات وإضاعة الوقت فيما لا يفيد صراحة. نحن يعني الآن أصبح هذه الدولة كأنها غريق تتعلق بالقشاية. الحوثيين الآن يعكسوا ضعف الدولة بهذه المفاوضات. أي نعم، لأنه برفضهم نعم نعم أنا أشكرك يا أبو الشهيد معنا، يعطيك الصحة والعافية يا رب على هذا التواصل حياك الطيب، الله. وبإذن الله توصل حياك. رسالتك إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذا نتوقع كل خير بإذن الله، ونسأل الله أن يخرج البلد مخرجا جميلا من هذا إن الحدث. شاء الله يا رب، في أمان الله، مع ألف سلامة. ومعنا اتصال جديد أيضا من أبو محمد. حياك الله أخي، أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو محمد، حياك من المملكة العربية السعودية. حياك الله، كيف اخي الكريم؟ الله يسلمك ويعافيك يا ابو محمد، تفضل. اشكركم على هذا البرنامج الطيب. واياك. وبالنسبه للحوار هذا او مشاورات في الكويت، برنامج مشاورات هذا اللي في الكويت، اولا هذه عصابه مارقه متسلطه على الشعب المسكين المسلم بقوه السلاح. ثانيا هذه الميليشيا لا تفهم لغه الحوار او معنى السلم. ولا يتفهم الا بقوه السلاح. يجب على الحكومه الشرعيه ان تتفاهم معهم بنفس المفهوم الذي يفهمون فيه. ايوه عرفت اخي الكريم. ايوه، وبعدين هم اصلا يعني ما يريدوش الاوضاع تصبر في اليمن، او يريدوا الامور، لانهم هم نموا وتربوا على سلب الشعب وممتلكاته. وكل ما يهم يخص يعني الحكومه والشعب والثروات الشعب هم يعني سلبوه ونهبوه، لا يفهموا معنى الشراكه الحقيقيه. وخير دليل على هذا اتفاقيه الوحده، لم يعملوا بها شيء من زمان. وثانيا هم اصلا انقلابيين. فاهم اخي الكريم؟ هم يعني انقلابيين، نهبوا ممتلكات الشعب. ما فيش عندهم اي لغه حوار، لا يريد الحوار، بس هذا كله مماطله، وكل هذا يعني لاطاله او لاعاده ترتيب صفوفهم. اما بالنسبه للحوار فيجب ان يكون الحوار يعني شمالي جنوبي، اذا كان يريد انهاء القضيه ويعني يعود السلم في اليمن ويعود الامان. يتطرقوا لكل القضايا يعني. ايوه، يعني هي القضيه الاساسيه، القضيه الاساسيه بس هي شماليه جنوبيه. اوكي انا معك يا ابو محمد، يا ابو محمد انا معك، بس برضه كمان ما تنساش انه المبادره الخليجيه ومؤتمر الحوار الوطني تطرقوا لمساله القضيه الجنوبيه والقضيه التهاميه والاقاليم والى اخره، فتطرقوا لهذا الجانب. يعني اذا وافقوا احنا كممثلين حقيقيين من الشعب. هو وفد منتخب من الحكومه. من الشعب. ان شاء الله احنا ان شاء الله يا رب انهم يعني يتطرقوا الى كل القضايا. اما بالنسبه للحوثيين وعلي عبد الله صالح فهم لا يفهموا اي لغه حوار، وهذه كلها مماطله، بس يعني يكسبوا وقت لعياده ترتيب صفوفهم فقط. اوكي، وصلت رسالتك يا ابو محمد، ويعطيك الصحه والعافيه يا رب. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك اخي، ونشكر خادم الحرمين ملك الحج الملك سلمان حفظه الله. حفظه الله. وقامت الاخ الرئيس عبد الله ابو منصور هاني. يعطيك العافيه ابو محمد، في امان الله. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا احنا ما زلنا بنستلم مكالماتكم الهاتفيه ومشاركتكم الخاصه ببرنامج مع الناس، والحلقه كما قلنا دائما مخصصه لطرح الراي بالنسبه لمشاورات الكويت. ونرجع لمكالمه من عدن. الو يا جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك. كيفك يا شيخ ايمن؟ حياك يا جميل، يعطيك الصحه والعافيه. طبعا ان شاء الله صوتي ما يكونش غريب عليك، انا ابو ايهم، تذكر ابو ايهم؟ ايهم؟ ابو ايهم. ايوه ابو ايهم، ذكرني كمان واصل. اوكي ابو ايهم اللي اتصلت بك من شان الموضوع. طبعا خلينا نبدا بموضوع مشاورة الكويت. لا ابدا بموضوعك عشان اتذكرك يا ابو ايهم. طيب تذكر ابو ايهم من البريقة، اتصلت بك من شان
القضيه اللي تخص اللوائح 30 مدرع، واشتكينا بسبب الجيش السعودي اللي صرفت اللي صرفت لناس وناس لا. ايوه وعدتكم انه بنتابع الموضوع مع احد من وزاره الداخليه او وزاره الدفاع، وما قدرناش نتواصل لا مع دول ولا مع دول، واعتذرت لكم رسميا على الهواء. كنت يا جميل. طيب انا ما سمعت لان الكهرباء احيانا تطفى. طيب ممكن تدخل على اليوتيوب تعمل بحث عن قناه عدن الفضائيه وتتابع الحلقه. طبعا المسؤول على هذا الكلام يمكن تحصل فرج ابو بكر حسين عتيقي. طيب احنا بنشوف موضوع اللواء 31، بس خلينا اولا نرجع لموضوع المشاورات. يعني ايش تعني لك المشاورات يا جميل يعني في الوضع ده؟ رغم انه في كان في هدنه بالنسبه لتعز وغيره، لكن الانقلابيين خرقوا الهدنه وما زالوا حتى اللحظه. طبعا هذا قد معروف عن الانقلابيين من زمان، مجردين من قبل السنوات، انهم ناس ما لهمش لا عهد ولا ذمه. هؤلاء ناس لا يريدون الا القوه والسلاح زي ما هم بدأوها. مش معقول انهم يعني يتراجعوا عن قراراتهم، لانهم ناس دمويين تربوا على الدماء، والا ما كانوا يجندوا اطفال ويزجوا بهم في المعارك، اطفال عندهم حتى ما بلغوا سن الرشد. حتى لو شفت اول امس خرجوا نازحين واستلموا نازحين من حقهم ورجعوهم المعارك. ايوه بالله عليك، هذا عندهم ذمه؟ اكيد لا ذمه ولا ضمير يعني. نعم تخلصوا من الاسر، خرجوهم من الاسر، يلا يروح يشوف امه وابوه، رجعوا يزجبوا المعركه ثاني مره. بالاضافه الى كما عدلك يعني الوقت ما يتسعش لو اتكلم عنهم كيف. هؤلاء لا يريدون حوار ولا يريدون اي شيء ولا يريدون السلام. هذا الحوار الذي دعوا اليه او ما دعوش اليه هو محاوله من الوفد الامم المتحده مع الاسف من اجل اطاله الوقت واضاعه الوقت من اجل كسب الوقت، وانا ما اشوفه الا حشد، مزيد من الحشود يحشدوا الى كل الجبهات قواتهم. يعني يستغلوا الوقت بالنسبه انه في هدنه وفي ده وعشان نعم يستغلوا الوقت اعاده ترتيب الصفوف من اجل يكسبوا مزيد من الاماكن او الاماكن الاستراتيجيه التي سيطرت عليها الشرعيه الان، زي اللي هو 35 هذه منطقه استراتيجيه في تعز سيطرت عليها الشرعيه الان، يحاولوا يضربوا يقصفوا من الصباح حتى وهم يقصفوا فوق الشرعيه، ويقول لك بالاخير ايش يرميها بما فيه، يرمي بما فيه من العيوب فوق القوات الشرعيه، ويقول انهم اخترقوا الهدنة، بينما هم المخترقين وهم المتعنتين وهم من خلفوا الوعود. وما لهم لا عهد ولا ذمه كما قلنا. نعم ليس لهم لا عهد ولا ذمه، وارجو وهذه رساله اعتبرها الى الشرعيه. نعم. بأن يتخذوا قرار صارم، وأتمنى من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن أن يتخذوا القرار، وأيضا إلى قيادة دول التحالف بأن يتخذوا قرار حسم عسكري لا غيره، يعني لا ينفع معهم إلا الحسم العسكري. نعم شكرا جزيلا لك يا جميل على هذه المداخلة الطيبة، وبإذن الله تكون رسالتك وصلت كمان حول اللواء 31 مدرع. الله إن شاء الله. إن شاء الله اللواء 31 مدرع، لو سمحت يعني معك قائد اللواء فرج حسين ابو بكر العتيقي، اكيد تسمع انه عرفت. طرحنا الاسم ولا يهمك. ايوه ان شاء الله يتواصل معك هذا الرجل، انا اعرف انه نزيه وشريف ومن احسن الضباط ومن احسن القياده اللي كنا والله نتطلع الى ان يقودنا اكثر من اللازم، لكن جاءت الازمه هذه وفصلتنا عن بعض. ان شاء الله خير يا رب. مقدم شجاع باذن الله يا رب، ان شاء الله توصل رسالتك حبيبي. رئيس الجمهوريه بقياده اللواء وقاد اللواء الى احسن اماكن واصل ولهمك ان شاء الله. ان شاء الله يا جميل صوتك يكون وصل، شكرا لك، في امان الله. طيب كمان معنا مكالمه جديده من المملكه العربيه السعوديه. يا احمد الو. الو مرحبا، السلام عليكم. اهلا بك اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك. كيف حالك؟ الله يسلم حالك ويعافيك يا رب، تفضل يا احمد. العفاشين هلا والحوثيين ما يصلحون، ما يصلح المفاوضه معهم نهائيا، ما يصلح المفاوضه، ما يساعدهم الا صميم، صميم النار تكويهم. ايوه. انما هم حق مروه ولا قتلوا الشعب اليمني وعذبوه والاطفال والحريم، حرام عليكم حرام. يقصفوا ما زالوا الى الان يقصفوا يا احمد، يقصفوا الى الان تعز. ما زالوا يقصفوا تعز، ايش هذا يا اخي؟ هذا ما يسمع هذا الا يبغى لهم الا صميم من جهنم. يبغى لهم صميل. صميل ما ينفعش معهم المروه. ونرجو منكم
أن تكلموا عبد رب منصبة هذه لا يطلعوا معهم نهائيا نهائيا نهائيا، لأنه ما مع قمروة أها هم على عفش هذا. يا أحمد والله أشكرك جزيل الشرف. يعطيك الصحة والعافية يا أحمد. بس قبل ما تغادرنا سؤال، تواصلت مع الأهل حد في تعز ولا في الحديدة ولا شيء تطمن عليهم؟ والله خلى على الله كلهم معذبين لا بعذرة والقصف. وأنا الحين علق أنا ما صلحت. الضرب مستمر عليهم؟ الضرب مستمر عليهم في تعز والحديدة؟ مستمر عليهم، وأنا الحين اللي قام حقي ما صلحت، لو صلحت بروح أموت في سبيل الله. ربنا معك يا رب إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية والعمر المديد يا عم أحمد. والله يا اخي جبنا بعد ظروف الشعب اليمني وعذبوا، ما هو هذا حرام عليهم حرام. والله ربنا ينتقم من الانقلابيين اللي بهدلوا بالوضع هذا. الا ما سعدهم الا صميم النار، ما سقوهم الا فليت بخاخ تبدع وتنبيذ. يعطيك العافيه يا عم احمد، الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا. الله يرضى عليك، في امان الله. عم احمد ياكد على انه الحوثيين والعفاشيين ما لهم الا الصميل. يعني زي ما بدأوا الحرب بالقوة لازم نأخذ وننتزع حقنا بالقوة. كثير الرسائل اللي تأكد الكلام ده من المشاهدين الكرام في البرنامج مع الناس. يعني فقط أرجع أذكر بس بأنه كمان من ضمن المواضيع المهمة أنه ما ننساهاش في إطار مشاورة الكويت، لما نتابع الأخبار نشوف الغوغائية والفوضى والمهاترات اللي بيختلقوها وفد الانقلابيين. يعني أقرب مثال للحصر، تخيلوا أنه في إطار دولة الكويت وفي إطار مشاورات، يا ابن الناس يا حوثي يا عفاشي، أنت في دولة الكويت دولة عربية شقيقة، دولة تفضلت وتكرمت عليك واستوعبتك عشان تجري مباحثات سلام لبلدك، تروح تردد الصرخة يا إيش يعني إيش إيش ممكن نقول، تروح تردد الصرخة حقك داخل الكويت؟ إيش البلادة هذه اللي فيك؟ إيش الغباء ده اللي فيك؟ يعني لفين وصل العقلية لفين؟ تخيلوا يعني هذه من 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 حاجات اللي موجودة كانت داخل الكويت أول أمس أو أمس تقريبا حصلت داخل الكويت. مؤتمر صحفي مع ناس وإعلاميين وكل شاشات العالم بتنقله والقنوات العربية والدولية بتنقله، والجماعة عاملين فوضى داخل القاعة، حياتهم كده مركبة غلط، والفين على معتادين على كهف، وكل واحد جلس يبقبق من ركن مشان الصوت يكون مليان الكهف، فمعتادين على كده. ايش نتوقع من الناس يعني؟ والله بجد يعني ارجع استذكر مسلسل الاطفال ماوكلي، يذكرونا بماوكلي. ومعانا ابو صالح من المملكة العربية السعودية، حياك يا ابو صالح. الله يحييك، يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك يا ابو صالح. ايمن؟ ايوه معك ايمن. مرحبا، حياك الله. مرحبا بك يا ابو صالح، تابع اخبار المشاورات صح؟ نعم نعم، متابع اخبار المشاورات. تخيل لما يجي لك الانقلابيين داخل الكويت ويرددوا الصرخه يعني داخل قاعه المؤتمر، هذا سخريه، سخريه، يسخرون زي ما بيسخرون بابناء اليمن. يعني ايش هذا؟ هو سخريه وهذا هم تصرفهم الهمجي. نعم. طيب المشاورات ككل ايش تعني لك؟ يعني ايش تتمنى في المشاورات دي يحصل؟ والله المشاورات بالنسبه انا اشتي انها انهم الحسم العسكري احسن. الحسم العسكري افضل. افضل والله، افضل بكثير، نرتاح منهم دائما، خاصه في ظل التعنت اللي بيقوموا فيه. هذا التعنت اللي يقومون فيه وهذا الترقيع بس لهم فقط، ويرجعون فيما بعد. يعني يماطلوا؟ ها؟ يماطلوا، يعملوا مماطله في الموضوع؟ هذه مماطله زي ما من اول، زي ما في الحوار، زي ما في كل القضايا اللي تهم الوطن. زي ما كذبوا على الناس وخرجوا في صنعاء في سبتمبر 2014 وقالوا انهم ضد القرعه ومش عارف ايش، وفي النهايه انقلبوا على الشرعيه كامل. هذا هو اللي يبغونه هم، هذا الانقلابيه. تعتقد يا ابو صالح، تعتقد انه حقيقتهم الان بانت للعالم كله؟ ايوه، العالم كله ضدهم. والعالم كله ضدهم. العالم كله ضدهم، يعرف كله كذبهم، وهذا كله يمررون يعني مشاريعهم الصغيره على اليمن. على ابناء اليمن. اللي نعاني اليمن، عانينا من سنين، نعاني من التهميش والفقر وال يعني احتلال يحصلوا اليمن. تحب تضيف شيء ثاني يا ابو صالح؟ شكرا، الف شكر. يعطيك الصحه والعافيه، وسعيد بسمع صوتك. طيب يعني
من جد بجد يعني انا كنت جدا مستغرب من حكايه انه في اطار المؤتمر الصحفي وداخل قاعه مؤتمر المشاورات اللي تعقد في الكويت، والانقلابيين ما زالوا متمسكين بافكار غريبه داخل قاعه مؤتمر حوار سياسي برعايه دوله شقيقه والامم المتحده موجوده ومندوبين عن الامم المتحده وتعملوا الفوضى. طيب على الأقل يعني حسنوا صورتكم قدام العالم، يعني على الأقل أقل تقدير، أقل تقدير يعني، بدل البهدلة اللي تعملوها أنتم داخل القاعات. لا واللي راح وعمل يعني مبرزقات داخل قصر البيان، تخيلوا مشاورات رسمية لصنع سلام في بلد مضطرب، الكل واقف مع البلد ده ويحاولوا انهم يبنوه من جديد ومشاريع بتنفذ وتمويل ينفذ والاهتمام بالشهداء والجرحى والى اخره، والانقلابيين عايشين في ملكوت ثاني داخل قصر البيان وبكل وقاحه وصلف مخزنين. تخيلوا قصر ملكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يعني نرجع نقول يعني الناس اجوا من داخل كهوف وجبال ويطالبوا بدولة ويطالبوا مش عارف ايش ومش عارف ايش، ويعني المسألة غريبة جدا جدا، غريبة جدا جدا. يعني كتبته على الناس في 2014 ناهيك طبعا عن الحروب الستة، نحن خلونا 2014 ناهيك عن الحروب الستة اللي محقت فيها الأخضر واليابس في صعدة. نرجع نواصل لكلامنا ده بس بعد ما نستلم مكالمة عمار. هلا بك يا عمار من المملكة العربية السعودية، حياك الله يحييك يا استاذ. كيف اخبارك حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك ويعافيك يا عمار. اخباركم طيبين؟ الحمد لله بسماع اصواتكم. والله الحمد لله. ها يا عمار، الحوثيين بدل ما يحضروا المشاورات جالسين يعني يمطمطوا في الموضوع وراح علينا عمار، راح علينا عمار. طيب ان شاء الله نرجع نتواصل مع عمار. ارجع للنقطه دي، يعني ناهيك عن الحروب السته اللي حصلت في صعده، ال 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 الخديعه اللي حاولوا انهم يغلطوا فيها طبعا في 2014 انهم يطالبوا بالتصحيح ويطالبوا مش عارف ايش وتطبيق و و الى اخره، وفي طرفة عين قلبوا الطاولة عليها وطيها وقلبوا على الشرعية واقتحموا الوزارات، حاصروا رئيس الوزراء السابق وحاصروا رئيس الجمهورية وحاصروا وزراء وبقوا متسلطين، يعني التنصتات على الهواتف، التحكم بشبكة الإنترنت وحجب كثير من المواقع الإخبارية المعارضة لهم، أي حد طبعا بالذات من الإعلاميين أو الصحفيين أو الناشطين الحقوقيين أو المحللين السياسيين أو حتى الأكاديميين الموجودين في المحافظة الشمالية اللي تحت يدهم، إذا حد منهم اعترض عليهم على طول فص منه حداد، اختفاء قسري، مش عارفين له حل. يعني حتى اللحظة في أسر مش عارفة فين مصير أبنائها، هذول اللي طبعا يسلموا من القتل العمد بالقنص. يعني في تعز شهدت تعز تقريبا بالنسبة لمجازر ترتكب في حق الإعلاميين أعلى نسبة، هذا بالنسبة لتعز أعلى نسبة من الإعلاميين والصحفيين الموجودين في تعز لتغطية الأحداث كلهم راحوا بقنص من قبل الحوثيين طبعا. طيب في معنا مكالمة كمان من المملكة العربية السعودية. ألو يا أبو عمر. هلا ايمن، كيف حالك؟ حياك يا ابو عمر، يعطيك الصحة والعافية، سعيد بسمع صوتك. الله يسلمك، ما عليك والله زمان انا ما كلمتك، يمكن شهرين كذا. طولت الغيبة يا ابو عمر. ايوه انا كنت منتظر منك تليفون، لكن انت اكيد مشغول يعني. والله يعني اهم الناس وهم الشغل بس، مش اكثر ولا اقل. ايوه الله يعينك، احنا عارفين هذا الشيء. واياك يا ابو عمر، تفضل امرني امر. الله يسلمك، والله يا اخي انا اقول لك، انتوا كنتوا قبل كم يوم تناقشوا موضوع المفاوضات. لغايه اليوم، لغايه اليوم، ايوه. ايوه بس يا اخي شوف، انا اقول لك صراحه، بالنسبه لمفاوضات الكويت، يعني انا اعتقادي انه في الاخير حيحصل تقاسم كعكه بين العفاش والحوثي والشرعيه ومن تحالف معهم في الاخير حيروح فيها الشعب اليمني. يعني ارضاء الاطراف السياسيه على الشعب قصدك؟ هم ايوه اكيد، هذا اكبر شيء اللي بيحصل، يعني اكبر شيء بيحصل بالشكل هذا. في الاخير حيروح يا اخي العزيز، بيروح فيها المواطن والوطن. بالنسبه للحل، الحل هو
الحل انا معلش انا يمكن اكون قاسي شويه في الحل. الحل هو لازم يتحاربوا طالما هم مصرين على الكراسي. يتحاربوا خارج المدن ويتقاتلوا واللي يفوز يحكم. وبعدين زي ما يقولوا من خذ امنا وعمنا. يا ابو عمر معلش قد اكون قاسي انا شويه في الحكم. لكن هم الان هم اللي اوصلوا البلد الى هذا الحج. بس تصدق بالله يا ابو تصدق بالله يا ابو عمر تصدق تصدق بالله لا اله الا الله. يعني لولا التحالف العربي المملكه العربيه السعوديه والامارات والكويت وكل دول الخليج العربي ومعهم مصر كمان اللي ساعدوا في البدايه على يعني الحد من هذا التمدد والانقلاب لكانت البلاد فعلا غرقانه للركب بالدم. انا معك بس المفروض الان المفروض المقاومه اللي قاتلوا واللي فرضت عليهم الحرب في الجنوب بالتحديد وتعز المفروض هذول يسجلوا ثاني يوم في الشرطه والجيش. يا سيدي هم اللي بيحرروا. تعرف يا ابو عمر انه الحوثيين امس كانوا زعلانين ليش تم تطهير ابيان وحضرموت من القاعده. جماعتهم دول عارف الرجال. هذول جماعتهم لان هم الحين يعني يعايرون نحن والله عندكم قاعده عندكم داعش وهي تبعهم اصلا. طيب هم من عندهم اساسا جايين دون يعني. ايوه عشان كذا الان انا معاك الانفراج اكثر. الان الخطه اللي سووها الان الدوله اللي هو الشرعيه خطه ممتازه هذه تحسب الهادي. تحسب لانه ذا الحين هم زي ما تقول معاهم داعش والقاعده باعتباره يعني تخويف للناس في الجنوب تحديدا. والان الموضوع هذا نقدر نقول شبه منتهي. الشيء الثاني بالنسبه يا اخي العزيز يعني اللي اقصده مثلا بالنسبه للرتب العسكريه فيما بعد الرتب اللي ياخذوها اللواء قال عقيد هذه لازم فيها يكون فيها تحقيق من يعني مش اي واحد ياخذ رتبه. فين يعني ده فين الرتب تجي يا اخي عن طريق استحقاقات تسلسل في المراتب العسكريه وبعد خبره وسنين عمل سنين عمل او انه ده اقول لك سنين عمل او يكون دخل معركه او عنده شهاده. يعني هي يعني زي ما تقول استحقاقات ما تعطى الرتبه كذا مجاملات. فهذه مشكله كبيره يعني موجوده في اليمن. طيب يا ابو عمر يزيد فضلك يعني ايش اللي يعني في الاخير ايش اللي تتمناه انت من مشاورات الكويت؟ والله انا اتمنى طبعا انهم انه ان تنفيذ القرار 22/16 بحذافيره. ايوه ما ينفع المجاملات بكل التفصيل اللي فيه. ايوه لانه قرار محكم. لانه شوف يا اخي العزيز انا اقول لك صراحه الحوثي لا يمكن يسلم السلاح وهو دينه ولغته السلاح فلا يمكن يسلم. احنا الحوثي مش غبي لانه لو سلم السلاح كانه سلم رقبته يا اخي. ايوه فلهذا السبب ان استمرار الحرب هو الانجع. لا يمكن الحوثي يسلم السلاح. نعم انا اقول لك صراحه لازم الناس تعرف هذا الشيء. انا سعيد بسماع صوتك يا ابو عمر ورايك هذا الطيب ويعطيك الصحه والعافيه والعمر المديد يا رب. المهم يعطيك الصحه والعافيه حي في امان الله. طيب كمان من الموضوعات اللي احب اكد عليها دائما بالنسبه للتواصل في برنامج مع الناس. بعض الاحيان طبعا احنا نكون على الهواء وجهاز استلام الرسائل يطلع رينج انه في اتصال. طبعا جهاز استلام نص رساله نصيه بس مش قادرين ان احنا نرد فصعب ان احنا نرد. فالطريقه الوحيده فقط ترسل رساله الاس ام اس على رقم البرنامج. واعتقد انه كل اللي يتابعوا البرنامج عارفين الطريقه دي ومستوعبينها وبداوا يرسلوا بالرسائل. طبعا ما تستغربوش يا جماعه انتم بمجرد ما بترسلوا الرسائل طوال اليوم احنا بنتواصل معكم بعدين في وقت البرنامج. يعني يصادف بعض الاحيان انه ترحلت معنا ارقام فنحاول احنا ناخرها الى ثاني يوم.
ومعانا مكالمة من المملكة العربية السعودية. ألو يا صالح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. بعد الله مزاك أخوي. وإياك أخي بصحة والسلامة والعافية يا رب. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. أخوي العزيز، حول المفاوضات في الكويت. يا أخي من المخزي، من المخزي والله، من المخزي على الحكومة. أن تفاوض، تفاوض شرذمة، تفاوض عصابة يا أخي العزيز. تفاوض عصابة، لا يحترم، ما في احترام لدم الشهداء ولا للجرحى داخل اليمن. الشعب لا يريد المفاوضة مع الشرذمة يا أخي العزيز. الشعب ضحى وأجل تخلص من هذه الشرذمة. طيب. اليوم إذا كانوا يرفعون الصرخة داخل الكويت يا أخي، ماذا يريد الحكومة يا أخي؟ تحاور عصابة يا أخي العزيز. طيب أنت يا صالح، من وجهة نظرك إيش الحل؟ في وجهة نظري لا حوار، لا حوار أبدا مع الشرذمة هذه. لا حوار. طيب لا حوار، أوكي. الشعب ضحى بمئات الآلاف لأجل من يا أخي؟ لأجل تحاوروا في الكويت. الحكومة تتجه إلى القادة العسكرية، تتجه إلى اليمن، والحكومة تفضل في حماية الرياض، وهناك الحل العسكري لا مجال غير حل عسكري أبدا. طيب يعني التدخل العسكري مطلوب في حل النزاع الآن، صح؟ لا، ده اللي تقول عليه؟ هذا يعني في الحرب دي؟ نعم. يعني التدخل العسكري، استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين الانقلابيين. استمرار العمل العسكري، لا 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 رجع، لا نقاش ابدا يا اخي العزيز. دماء الشهداء راحت لاجل ما؟ لاجل تحاوروا. راحت مئات الالاف الشهداء. أيوة. وعندك مئات الالاف الجرحى داخل اليمن يا اخي العزيز، خارج اليمن كمان. لاجل تحاور معاهم في المنفى، ويرفضون الحوار، ويرفضون الوصول الى الكويت، واليوم يرفعون الصرخة داخل الكويت يا اخي. ماذا تنتظر الحكومة يا اخي العزيز؟ لا. الو، ايوه معك يا صالح. انا لا رجعة غير الحل العسكري ابدا ابدا ابدا. كذا كذا هذا اهانة للشهداء، للشهداء اللي ضحت. اذا كان بيفضلوا التنازل، فلوا التنازل اسبوع او اكثر او اقل او اكثر من اسبوع، وهم قاعدين في الكويت لاجل يتوصل عفاش وشلته من داخل صنعاء اللي يحاورهم يا اخي العزيز. اذا يا صالح رسالتك وصلت، اللي هي استمراريه التدخل العسكري. التدخل العسكري. نعم. وعندي سؤال اخر يا اخي العزيز. ها تفضل. نحترم ونقدر قناه عدن، ولكن لماذا يا اخي القناه لم تكون حاضره في المعارك ما في أبين وشبوة وحضرموت؟ مش بس لقناة عدن، احنا طبعا الأخبار بنغطيها أولا بأول، بس دائما دائما نريد مراسلين القناة هذه بقوة تحمل اسم عدن يا أخي العزيز. صالح، في معنا مراسل في أبين، ياسر بعزب، الأستاذ ياسر بعزب، طبعا دائما بيتابع احنا أخبار أبين. وفي معنا مراسل من حضرموت، بس الله يقول حق أنا نسيت الاسم. معنا اثنين في حضرموت، مش واحد، معنا اثنين في حضرموت. لا ريت تغطيه ومقابله مع القادة العسكري لاجل توضح للشعب ماذا يجري في هذه المعارك. ان شاء الله يا رب، باذن الله في القريب العاجل باذن الله. الله يسلمك. الله يسلمك، في امان الله يا صالح. معنا مكالمه من خالد. هلا هلا يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك. كيف حالكم؟ الحمد لله على كل حال، اخبارك يا خالد؟ الحمد لله، الشكر لله. الحمد لله، تفضل. والله ودنا نرسل رساله للمتحاورين في الكويت. وأنا أقول إن الانقلابين لا ينفع معهم إلا الحسم العسكري. وأن نرجو من التحالف العربي أن يضرب بيوت القيادات العسكرية والمشايخ الذي هم السبب في تخريب اليمن. وهذا رسالة يجب التحالف أن ينظر إليها بعين الحقيقة. إن شاء الله يا رب. لأن أي واحد يخرب بيته يوصلوا ما عندهم، قالوا ما نخرب بيت إحنا. هذا مشكلة، هم زي كذا يواصلوا المسيرة. بادلوا الناس، جوعوا الناس، الناس ما تنجوع ولا يقدروا يروحوا أي محل. نرجو من التحالف أن يواصل الحسم العسكري، ولا فائدة في الحوار ولا مشاورات، كويت مرة. وشكرا. شكرا جزيلا لك يا خالد، يعطيك الصحة والعافية، وسعيد بسماع صوتك. طيب نرجع يا جماعة ونناقش أو نتذكر موضوع قلنا، اللي هو الحروب الستة اللي قبل والحروب اللي بعد. يعني حروب صعد الستة قضت على الأخضر واليابس، حروب دماج قضت على تقريبا 80-90% من مواطنين في صعدة، ممن يخالفون مذهب الحوثيين، يعني أهل السنة، مش الشيعة المتحوثين، قضوا عليهم. انتقلوا بعد كده إلى مسألة طبعا
انهم كمكون في اطار الدوله يبحثوا عنهم يكونوا كمكون في اطار مؤتمر الحوار الوطني، وقبلوا القياده السياسيه قبلت انها تكون مكون زي بقيه المكونات، الحراك الجنوبي، القضيه الجنوبيه، الحراك التهامي الى اخره. لكن ما استغلوش الفرصه صح، بطريقه رسميه صح، بطريقه سياسيه صح، لانه فقط الغرض كان منهم انه يعبثوا بامن البلاد تطبيقا لاجنده ايران في المنطقه. ومعانا مكالمه. الو يا ابراهيم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك يا ابراهيم. طيبين ان شاء الله. حياك الله، يسلمك ويعافيك. من وين؟ من المملكه. انا من السعوديه يا اخوي. طيب بس نقص لي صوت التلفزيون. الله يخليك يا ابراهيم. بشير بشير بشير. بشرك الله بالجنه. الله يحفظك ان شاء الله. واياك يا رب. يا ابراهيم. هلا ابوي. حبيبي، اولا نقول طبعا هنيئا للاهل في ابين وحضرموت انهم الحمد لله تخلصوا من القاعده. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله، طيب ايش زعل الحوثيين انه تم القبض على قاعده وقتلهم؟ ليش محروقين؟ هذا مفهوم يعني بدون اي كلام، بدون اي نقاش، هذا يعتبر ان القاعده هو واللي متواجدين في ابين وحضرم هم تبعهم اكيد 100%. تعرف يا ابراهيم انه طبعا يعني من خلال عمليات التفجير والانتحاريه هذه والتركيب المواد والى اخره، يعني اتاكدت كثير من 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 قوات الاستخبارات او حتى من العسكريين القدامى يقول لك انه هذا من صنع، لا يمكن الا يكون من صنع خبير عسكري، يعني انسان متدرب على المتفجرات، مش ممكن يكون حد عادي. اكيد اكيد. بكده طبعا اصابع الاتهام تتجه نحو القاعده وعفاش اللي هم طبعا الحوثيين منهم. طيب طبعا الحوثي بعد ما اتفقوا مع علي عبد الله صالح في دخول صنعاء واحتلال صنعاء والمناطق الشماليه، ومحاولتهم كانت دخول عدن والمناطق الجنوبيه، هذا دليل يعني قاطع انه في المكلا وفي ابين من قبل خروج الحوثيين من الكوف حقهم، يدل انه في اتفاق بين علي عبد الله صالح طبعا العفاجي وبين الحوثه على انه هذه المناطق لابد ان يحكمها، وتقاسم الحكم بينهم بين بعض، ففشلوا في الجنوب، والان هم يحاولوا انهم يبقوا ما تبقى لهم في ابيان وفي حضرموت بانهم يدعموهم بالسلاح، وهذا دليل قاطع انه العفاش علي عبد الله صالح والحوثه هم اصلا القاعده في جنوب اليمن. طيب بالنسبه لمشاوره الكويت، يعني كيف تشوف يا ابراهيم؟ ايش ايش اللي تقراه؟ انا والله استغرب مشاورات في الكويت مع من؟ يعني هل يعقل ان اليمنيين يتفقوا في مشاورات مع من؟ يعني مع اللي قاموا الحرب على الجنوب والشمال، على من احتل صنعاء ويحاول احتلال عدن، يعني مع من تتحاور؟ مع ناس يعني حاربوا وقتلوا الناس في اليمن؟ يعني لو حكمنا العقل ما في لهم اي تفاوض، ما في لهم اي كلمه، واستقبالهم في الكويت هذا دليل ان لهم قيمه؟ لا لا، مش لهم قيمه يا ابراهيم، يعني الانسان ابن اصله، الانسان ابن اصله، فدول الخليج، دول الخليج العربيه بشكل عام بدون استثناء متربيه على الكرم والجود، فيقول لك من باب من باب من باب الكرم والجود نحن نستقبلهم عادي، يعني ما يقلوش من مكانتهم، لكن هم لانه يعني معتادين على كهف، وقلت لك على البقبقه داخل الكهوف، فيعني تخيل داخل قاعه مشاورات وصياح وفوضى وهرجله والصرخه كمان، والصرخه والله العظيم صعب، غير مقبول يعني، وهذا دليل انهم ليسوا يعني ناس يفهموا في السياسه، مجرد بس غبيله وقليله العدد، اما علي عبد الله ومن تبعه فهم انتهوا بس مجرد الواجهه او اليافطه الكبيره هو الحوثي، ولكن هم اصلا الحرس الجمهوري، يعني لا نكذب على انفسنا، هم الحرس الجمهوري الذي دافع عن علي عبد الله صالح باسم الحوثه، اللباس العسكري طبعا اخلعوا ولبسوا اللباس المدني وقالوا نحن معهم معاهم عليهم عليهم. ايوه، فلذلك في اي مكان في الجنوب او في الشمال يتلاقيهم يتحاربوا على باسم الحوثه، وهذا الكلام يعني واضح غير صادق ويعني مش حقيقي. يعطيك العافية يا إبراهيم، وسعيد بسماع صوتك حبيبي، يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. الله في أمان الله، مع ألف سلامة. نرجع لعدن ونقول ألو يا وجدي. وجدي، السلام عليكم. أول حاجة وعليكم السلام، نقص صوت التلفزيون. كيف حالك أخي أيمن؟ التلفزيون ناقص الصوت يا وجدي. أيوه، حياك حبيبي، يعطيك الصحة والعافية، الحمد لله. أخباركم؟ الله يحييك. والله تمام، إيش أخبارك أنت؟ الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
الله تعرف صوتك يعني صورتك يعني تتواصل انا معك من قبل. حبيبي يعطيك العافيه وقدي. يا انا والله ما بضيفش كثير يعني اللي على شوف الان في البرنامج. هو وجهه نظرك انت يعني ايش اللي تفكر فيها؟ والله يا اخي حتى للحوثيين يعني وجهه نظرك بالنسبه للمشاورات كيف؟ أيوة أول حاجة قل لي، أول حاجة قبل ما ندخل في المشاورات قل لي يعني لحق وأبين وحضرموت الحمد لله بدأت تطهر من القاعدة. أيوه يعني كيف إيش اللي تحسه في الوضع ده؟ كيف ممكن تتكلم عن الكلام ده، عن الموضوع ده؟ والله الحمد لله الأمور طيبة. الامور طيبه بس انا يعني حبيت ان ادخل بحق الحوثيين يعني. يلا ندخل بحق الحوثيين ها ومشاورات الكويت، تفضل يا وقدي. يعني والله حتى لو سلموا السلاح الحوثيين المفروض ان لا يعني يدخلوا في الحوار. يعني ناس راحوا علينا يعني بس عارف شهداء وراحوا علينا يعني ناس يعني كسرت بيوتنا وبالنهايه يعني حتى لو سلموا السلاح وبالنهايه يجي يجلسوا بالحوار حتى لو سلموا السلاح. ايش رايك انت يعني بهذا الشيء؟ انا رايي بصراحه يا وقدي يعني من المذيع الان انا ولا انت يا وقدي؟ لا يعني نحن هنا الان في البرنامج يا وقدي غرضنا الاساسي انه انتم تعبروا عما في داخلكم، فهمونا ايش اللي تحسوا بالنسبه للمشاورات، ايش اللي تتمنوه بالنسبه للمشاورات، كيف تشوفوا التصرفات اللي يقوموا فيها داخل المشاورات؟ والله انا اخي ايمن انه انا يعني ضد يعني القوه يعني الحوثيين. انت بالقوه ضد الحوثيين؟ ايوه ما في عاد يعني جلوس ولا محاورات، استمرار العمليات العسكريه ضدهم يعني. ايوه عشان يعرفوا ان الله حق. وايضا اضيف حاجه شيء يا اخ ايمن تفضل. الكهرباء يا الكهرباء في عدن اتعبت نحن كثير والله. طيب يا وقدي على فكره كان في شوف الكهرباء يطلق ما يسلموا فواتير ما يسلموا هذا نحن من زمان نحن هذا الخبر. لا اوكي انا عارف انه طبعا اهل عدن يعني الغالبيه العظمى فيهم انه مش من النوع اللي يتقاعس عن تسديد الفواتير، يعني نقدر نقول تقريبا 70%، بس برضه كمان هم ال 70% دول برضه منتظرين انه ينصلح حال الكهرباء عشان هم كمان ينصلح حالهم. فدي يعني قضيه اعتقد انه المحافظ الزبيدي تطرق له، وفي وعود انه اعتقد تركيا تقريبا بتساعد في تمديد طاقه كهربائيه من خلال محطات او حاجه زي كده. صح؟ تركيا. ايوه. فاحنا منتظرين يعني احنا نقول بس يا رب باذن الله وتعدي الامور على خير يا رب باذن الله تعالى. وقدي اسمعنا عن طريق التلفزيون. ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه حبيبي في امان الله. شكرا جزيلا لك حبيبي. الله يعافيك. يعطيك العافيه. ومعنا مكالمه جديده. يا ابو بسام من المملكه العربيه السعوديه. مرحبا. مرحبتين. ايوه الو. الو. ايوه معك. الو. ايوه ابو بسام. الو. ايوه. الو الصوت غير واضح يا استاذ ايمن. تسمعني الان كويس طيب ابو بسام؟ يا استاذ ايمن الصوت غير متواصل. طيب اسمعنا عن طريق التليفون يا ابو بسام مش عن طريق التلفزيون، اسمعنا عن طريق التليفون بس. صوتك غير واصل يا استاذ ايمن. اسمعني عن طريق التليفون. حاول تكون في مكان تغطية كويسة فيه يا ابو بسام. طيب معلش لانه شرط من شروط التواصل معنا انه لما نتصل بكم يا جماعة حاولوا انكم تكونوا في مكان فيه التغطية كويسة. يعني قد يصادف انه حد في السيارة ماشي في الطريق ولا في مكان التغطية فيه ضعيفة، حاول تجنب عشان تقدر ترد علينا اولا حفاظا على صحتك وثانيا عشان تكون التغطية معك كويسة ونقدر ناخذ نعطي معك في الكلام. هذا بالنسبة لبرا، اما في البيت حاولوا انكم تكونوا في مكان فيه التغطية كويسة عشان نقدر ناخذ ونعطي مع بعض في الكلام وفي النقاش. وبالنسبة لي أرجع أذكر بس أنه مشاورات الكويت طبعا يعني الكل كان معلق عليها آمال سواء من الحكومة الشرعية أو حتى من المواطنين البسطاء الاعتياديين أنه بيوصلوا لحل، أن الحوثيين ربما يستحوا على نفسهم شوية كده ويخلوا في وجوههم قليل حياء ويقبلوا بالمفاوضات والمشاورات، مع العلم أنه كل النقاط اللي موجودة في المشاورات
كانت يعني كان الانقلابيين الحوثيين على علم فيها، وان جدول الاعمال سلم لهم في وقت مبكر عشان يتم التطرق لكل النقاش والمحاور. رفضوا التوقيع على جدول الاعمال، اثاروا فوضى في قاعه المشاورات، تاخروا عن حضور المشاورات لمده 3 ايام، ينتهكوا الاداب في الجلسات الرسميه اللي نظمتها طبعا الكويت الشقيقه. فمش عارفين يعني كيف نتعامل مع البشر دول، مش عارفين كيف صراحه. يعني بعد كل الصبر ده وكل المرمرة اللي عشناها على مدى عام ونصف الآن، وبرضه كمان مش ناويين يجيبوها البر. بالمناسبة طبعا حابب أذكر بس البعض، يعني قبل مشاورة الكويت كانت معقودة في تركيا القمة الإسلامية. القمة الإسلامية أدانت بشدة وبلهجة صريحة واضحة لمندوب إيران اللي كان موجود في القمة الإسلامية التدخل الإيراني في الشأن العربي. هي دولة إسلامية صح، بس ماليش دخل تتدخل في الشأن العربي نهائيا. نحن عرب نسد بيننا البين، ما لكمش دخل فينا. كده كان الكلام صريح وواضح انه احنا عرب ومسلمين بيننا البين. اوكي انت دولة إسلامية، احنا اوكي متفقين على الكلام ده، بس ان احنا كعرب دول عربية احنا لنا خصوصيات، لنا عاداتنا وتقاليد، ما تتدخلوش معنا في الموضوع. ومعانا مكالمة من يافع. يا ابو هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. كيف حالك يا ايمن؟ كيف انت من عمان؟ الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله على كل خير. هذا المشاورة على كل حال. الحوار ما نفع، سنة حوار ما نفع، الحين مشاورات ما جد تنفع المشاورات. يا ابو الحين انتم طلعوا الحين خلاص قمة الوعد انتهى الحين خلاص، الحين انتم طلعوا الحين لا مشكلة لاحقوا ابين وحضرموت. الان تقريبا الحمد لله لحقوا ابين وحضرموت. بدأت تطهر. حضرموت تمام، لكن اضطروا انتم تكونوا معكم مراسلين، والمراسلين ماشي معكم رجع عبد القيس احسن منكم، انا عبد القيس. لا 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 كذا بزعل منك يا ابو هاشم. يا ابو هاشم تابع لنشره الاخبار حقها؟ لا بتابع. طيب نشره الاخبار احنا في معنا مراسلين يعملوا لقاءات وينزلوا كذا بالاخر، بس انت عارف يعني كجانب امني انه المفروض انه قناه رسميه يعني بعد العمليات العسكريه نحن ندخل، ما ينفعش نحن ندخل من بدري. كفاية ما قد خسرنا من زملائنا يعني في فترة الحرب. لكن معلش رجعوا إلى عدن بعد 100 يوم، 100 يوم بترجع عنها إلى عدن إن شاء الله. يعني الأمور هذه كان وعد بها معالي وزير الإعلام إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب تترتب إن شاء الله. قد المعدات، قد المعدات بعدها، قد المعدات إلى عدن يكتب لها سرق زي ما سرقهم. قتل المعدات ويقتلوا الانسرة، قالوا سرقا هناك مأرب، هذا كله معهم تلفزيون ومعهم إذاعة. هو صح بيني وبينك يعني حاجة غريبة إنه تفتح إذاعة تعز وإذاعة عدن عدن ما فتحتش، وإذاعة مأرب وإذاعة عدن عدن ما فتحتش. سؤال وجيه. والله عاصمة، كيف عاصمة؟ عاصمة لا، معناته لا مطار، عاصمة لا مطار ولا تسارعات ولا كهرباء ولا كهرباء ولا تلفزيون ولا إذاعة. عاصمة العلم. صح يا ابو هاشم، ده رايي برضه، ده رايي نحترمه، يعطيك العافيه. وين عبد ربه؟ وين عبد ربه؟ اوكي عبد ربه طبعا مشغول معنا يا ابو هاشم في مساله اكبر من كذا اللي هي مساله الوضع السياسي. يعني مش كل حاجه، خلينا نتفقنا على حاجه واحده، انه الدوله مش ما نعتمدش عليها اعتماد كلي في كل شيء، كمان المواطن لازم يساعد ويساهم. فبالنسبه للمطار او بالنسبه للكهرباء او بالنسبه للاعلام او بالنسبه هذه امور حبه حبه وبتتعدل الامور بس. فيا ابو هاشم يعني كان بالنسبه لمشاورات الكويت نرجع. طيب نستلم مكالمه محمد قبل ما ندخل في تكمله الموضوع. يا محمد. ايوه. نقص لي صوت التلفزيون. طيب حاضر، واطي التلفزيون. يلا بسم الله. حاضر. اقول لك يا بالنسبه الان احنا لو نغطي المداخل على اساس انه ما يحصلش اي اشكاليه في المداخل. مداخل شو؟ بيكون تفتيش دقيق جدا. محمد بالنسبة لمدخل عدن تعز. عدن تعز ايوه، ومدخل البريقة اها ايوه 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 ومدخل البريقة. نقصت التلفزيون الله يرضى عليك يا محمد، لانك تسمعنا عن طريق التلفزيون. ناقص والله، والله التلفزيون ناقص. طيب بعد اكتم الصوت مرة واحدة، انا سامع صوتي يطلع معي. ايوه يعطيك العافية حبيبي، تفضل. نركز على المداخل بالنسبة لمداخل المخارج في عدن عشان يعني كجانب امني في عدن. نقطة العلم. اها. يعني جميع مداخل عدن هذه يحوطوها.
طيب العمليات تكون باستمرار رايح جاي. هذا بالنسبة لأمن عدن. الآن أنت كيف تشوف الآن كيف تشوف الأوضاع بالنسبة للحج وأبين وحضرموت بعد ما بدأت العملية العسكرية للتطهير؟ تمام، ألف كويسين ما قصروا رجال والله. وبالنسبة لأمن لحج برضو يكون برضو زي الطريقة يكون تأمين المخارج والمداخل. ما يتصور. ليش المداخل؟ هي المداخل هي اللي تسبب كل شيء. عندك لحج كثير ما يعني جات البساتين وجات الحوطة دي كله مفتوح. يدخل ممكن يدخل لك من اي مكان. صح. طيب لو نرجع في مثلا دوريات راجله دوريات على السيارات نقاط مثبته يعني ما في تفتيش دقيق جدا. طيب هذا الجانب الامني يا محمد اتفضل. انت شفت الحوثيين الان يسووا بصعده؟ ايوه واحد من خارج صعده ما يدخل. ايوه احنا لو قلنا كذا لا بتحصل اشكاليه. فتش خليك تفتيش دقيق تفتيش جداً. ايوه اوكي. طيب هذا الشخص نفسه فتشه. طيب يا محمد انت الان تتكلم عن الجانب الامني بالنسبه لعدن ولاحق وابين وحضرموت كويس حلو. نرجع لموضوع الحلقه الان، موضوع الحلقه على السريع لانه مش باقي معنا دقيقتين تقريبا. والله يا على السريع لو كان انهم ثابتين بكلامه كان من اول جلسه. كان من البدايه اقوم شفت الثعلب؟ لا دون معدلين جينيا اكثر من الثعالب صدقنا، يعني من حيث المكر والخداع معدلين احسن. الانسان لما يوفي بكلمه خلاص يا اخي تعال يا اخي نتحاور انا وانت. لك حق شليته ما لك حق حطيته. هذا اللي نتكلم عنه. اما هذول كم جلسه؟ جلسه جنيف وجلسه الثانيه والثالثه والرابعه. والله قسما بالله وتجي على كلام انه بيخرجوا من هنا ما فيش اي حل. ما حلهم الا الرصاص. شوف انا استشهد علي ولد وانا في السعوديه، لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد يوم في رمضان 28 رمضان رحمه الله عليه في جهه قرب اكثر، هو ساكن بعبد القوي. والحمد لله ولو انا هناك برضه بسوي اللي بقدر عليه. الله يعطيك العافيه يا محمد، شكرا جزيلا لك ويعطيك الصحه والعافيه يا رب حبيبي في امان الله. الله معك في امان الله. طيب وقتنا كمل اليوم وحصلت الاتصالات كانت جميله والنقاش كان مستمر وحلو جدا. اذكركم بانه ارسال رساله اس ام اس على رقم البرنامج ممكن تتابعوا طبعا في قناه عدن في الشريط الاخباري موجود رقم برنامج مع الناس، ترسلوا رساله الاس ام اس احنا بنرجع نتصل بكم اثناء البرنامج. البرنامج يبث من 4:30 ل 5:30 العصر، الاعاده الاولى من 5:30 الفجر الى غايه 6:30، الاعاده الثانيه 11 الصباح. تابعوا برنامج مع الناس وبقيه برامج قناه عدن. لمن يرغب بمتابعه كل البرامج والفترات الاخباريه يمكن زياره موقعنا او قناتنا على اليوتيوب قناة عدن الفضائية ويدخل يشوف كل المواد البرامج الموجودة هناك. شكرا لكم، دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.